نجم البلدة، هذه الظاهرة الطبيعية والمناخية الفريدة التي تمتاز بها سواحل محافظة حضرموت. يبدأ نجم البلدة من منتصف يوليو تموز من كل عام، ومع دخول موسم البلدة تكتظ مدن سواحل حضرموت بالآلاف من السكان المحليين والزوار من أنحاء اليمن، وذلك في ساعات الصباح الأولى طيلة أيام موسم نجم البلدة. موسم البلدة جاذب للسياح كونه ظاهرة فلكية فريدة تصل فيها مياه البحر إلى مستويات عالية من البرودة، وتتميز سواحل مدينة المكلا بهذه الظاهرة، وتمتد إلى بعض شواطئ شبوة والمهرة المحاذية لمحافظة حضرموت. يغتنم السكان والزوار هذه الظاهرة بالاغتسال في مياه البحر الباردة لما لها من فوائد صحية وعلاجية كثيرة، حيث ثبت للأجداد مدى فعاليتها في علاج العديد من الأمراض الجلدية. موسم البلدة يشهد أيضاً مهرجانات اعتادتها حضرموت، تبدأ بالرقصات الشعبية وبعض الأغاني من الفلكلور الحضرمي والعديد من الفعاليات والمهرجانات الأخرى. الشبواني وغيرها من رقصات الفلكلور الشعبي الحضرمي هو ما يميز موسم البلدة. طبعا اليوم مشاهدينا هو أول أيام نجم البلدة، وقد دشنت السلطة المحلية الموسم بإطلاق 500 من حمام الزاجل في رسالة سلام للعالم من قبل السلطة المحلية، والتي قالت أن برنامج مهرجان البلدة سيضم ندوات ثقافية وعروض بحرية وتراثية ومخيمات أيضا للأسر المنتجة، ومعرض للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية، ومسرح العائلة للأطفال، بالإضافة إلى منافسات رياضية مثل لعبة الجودو ومصارعة الذراعين وكرة السلة، ويصاحب ذلك تدشين فعاليات مماثلة في مديريات أخرى مثل الشحر وشحير ومديرية غلبة وزير وبروم وميفع، وتختتم فعاليات المهرجان بالساحة العامة في مدينة الشحر. إذن كما شاهدتم هذه بعض الفعاليات التي سيشهدها موسم البلدة. ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع وسم موسم البلدة السياحي 2024. نبدأ هذه التفاعلات من عند مرفت الربيعي التي قالت: بدأت نسائم انطلاق موسم البلدة السياحي موسم ثري وجميل بالفرح والسعادة بين الناس. يجب علينا جميعا أن نبادر تطوعيا بالترويج لهذا الموسم بالمنشور أو بالكلمة أو التشجيع والترحيب بكل الضيوف، والعمل على التعريف والترويج السياحي في ظل غياب دور الجهات المعنية في ذلك، والقيام بمهامها لتعريف الناس عن هذا البلد
وعن البلدة وقيمتها السياحية والهامة في هذا الموسم السنوي الجميل. أما صالح بامخشب فتحدث عن موسم البلدة وأراد أن يعرف المتابعين بهذا الموسم، يقول أنها ظاهرة طبيعية ومناخية فريدة تمتاز بها سواحل محافظة حضرموت، تحدث في الفترة ما بين 15 و27 من شهر يوليو من كل عام. وفق الخبير الفلكي سالم الجعيدي أن في بدايات شهر مايو تحدث تيارات مائية في أعماق البحار وتتحرك من جنوب خط الاستواء المعروف ببرودة المياه لتنتقل كتيارات مائية غائصة في الأسفل تتجه إلى أفريقيا ثم خليج عدن ثم خليج البنغال. هذا الحزام من التيارات يتكون في أعماق البحار، ولكن بفعل رياح الموسون الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تشتد على السواحل من بداية منطقة بئر علي بمحافظة شبوة إلى مديرية قصيعر بحضرموت تدفع كتل المياه للساحل في عملية متكررة تؤدي إلى ارتفاع هيجان البحر ليرفع معه التيارات الغائصة الباردة إلى الأعلى. وهذا هو الخلاصة موسم البلدة، أن البحر يكون في أقصى درجات البرودة رغم أن الفصل فصل الصيف يكون حار جدا. هذا ما ذكره صالح بامخشب عن موسم البلدة وتعريف الناس عن موسم البلدة. نأخذ تفاعل آخر من صالح مساوى. صالح مساوى ماذا يقول؟ صالح يجيب لماذا يحتفل الحضارم بموسم البلدة دون غيرهم؟ يقول هناك معلومة لدى الحضارم يتناقلونها جيلا بعد جيل أن الاغتسال في مياه البحر في نجم البلدة فيه شفاء لبعض الأمراض وخاصة أمراض المفاصل والجلد وغيرها، وبسبب هذا الشيء يرتاد الحضارم السواحل وخاصة كبار السن. ومع مرور الوقت رأى البعض وبتشجيع من السلطة المحلية وبدعم إعلامي ومجتمعي أن تكون البلدة موسم سياحي تتخلل فقرات وأنشطة وفعاليات تجذب الجمهور وتساعد على تنشيط السياحة وخاصة السياحة الداخلية، وهذه فكرة ممتازة انعكست فائدتها على الفنادق والمطاعم وشبكات المواصلات وغيرها. إذن الاحتفال بموسم البلدة في حضرموت لم يأتي من فراغ، بل لأن المجتمع هناك لديه فكرة ونظرة خاصة عن هذا النجم، والحضارم وخاصة أصحاب المكلة يرتادون السواحل سواء كانت هناك فعاليات أو لم تكن، فقط أضافوا لها فقرات وأنشطة وترويج إعلامي في الفترة الأخيرة، وهذا هو الفرق بين المكلة وبقية المحافظات المطلة على البحر العربي وخليج عدن. صالح مساوى يجيب على هذا التساؤل لماذا الاحتفال في المكلة دون غيرها، لأن البعض ذكر بما أنه موسم البلدة يمتد إلى طوال بحر العرب فلماذا فقط يحتفل به في المكلة. ذكرنا الأسباب التي أوردها صالح مساوى. أحمد باشا راحيل، نذهب إلى أحمد باشا راحيل. ماذا يقول أحمد باشا راحيل؟ أحمد باشا راحيل يتحدث عن موسم البلدة لكن بشكل آخر، وكأنه يطلق رسالة تحذيرية. يقول إلى من يهمه الأمر، يفترض أن تحدد أماكن للسباحة والاغتسال في سواحل مدينة المكلة والمديريات التي يؤثر عليها نجم البلدة حتى تسهل عملية الإنقاذ في حالة حدوث غرق للمواطنين، وأيضا عمل منصات مراقبة لحالات الغرق غير كافية للإنقاذ لأن حياة المنقذ في خطر كذلك. هذه الأمواج ليست برمجة معينة يستطيع أي شخص مجاراة حركة الأمواج، يقول لأن سمعنا أكثر من حالة يتم إنقاذ الغريق ولكن يغرق المنقذ، لذلك لسهولة الإنقاذ يفترض أن يكون فريق الرقابة في الأبراج في اتصال أو تواصل مع قوارب يتم نشرها على ضفاف السواحل تكون متقاربة حسب مسافات يتم تحديدها من قبل خفر السواحل. يقول أحمد حياة الإنسان أغلى من أي خسائر مالية خاصة بعد حدوث حالة غرق اليوم، يقول أن هناك حالات غرق قبل حتى بدء مهرجان البلدة وهناك عدة حالات من الغرق في هذا الموسم وأيضا المواسم السابقة، لذلك نرجو أن تؤخذ رسالة أحمد باشا راحيل بعين الاعتبار. قوات خفر السواحل بساحل حضرموت دعت جميع المواطنين وضيوف المحافظة من الخارج لأخذ الحيطة والحذر وعدم التهور والاندفاع إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ والتقيد والالتزام بالتعليمات وإرشادات السلامة البحرية، كما ناشدت خطباء وأئمة المساجد والشخصيات المؤثرة من الناشطين والإعلاميين في المجتمع أن يسهموا بدورهم في التوعية المجتمعية خلال موسم البلدة للحد من ظاهرة الغرق. نشاهد هذا الفيديو لاستعداد قوات خفر السواحل في حضرموت للتعامل مع حالة الطوارئ في موسم البلدة. We'll be right back.
مره من المرات مقابل في مكة في كان غريق، وانا وزميلي انور بن سعود على طول باشرنا عمليه الانقاذ. نزلنا وكان البحر مضطرب مره، وطلعنا ونقوم بعمليه الانقاذ، وصلنا عند الغريق حصلناه منها، والغريق كان ما شاء الله يعني من كبير الحجم، وجينا بنقاذ بداشر الانقاذ، وكانت الموج عالي، وقاومنا حاول نحن نسعف وما قدرنا، لحد نحن كنا بنروح ايش لحايه الموج. حاولنا بفضل الله سبحانه وتعالى، كان معانا سيفتي بسيط اللي هو فوق نجاء، هذا اللي هو اللي سبب نجاتنا ونجات الغريق. طبعا في واحد زميل توفى الله يرحمه، الزميل حماده بنافع تبع سريه الاخله وانقاد في الموسم اللي فات. إذن هذه كانت بعض تحضيرات خفر السواحل في حضرموت استعدادا لموسم البلدة، ونحن بدورنا نرجو السلامة للجميع، ونتمنى أن يلتزم الجميع بالتحذيرات التي أطلقت سواء من خفر السواحل أو من السلطات أو من الناشطين، حتى يحظى الجميع بموسم بلدة آمن ويستمتعوا بهذه الأجواء.